مسؤولين؟ علاش رجعت لنا شارع الثورة انقذتنا اليوم؟ علاش هذا؟ علاش سكرت علينا البلاد؟ علاش خايف علينا من كورونا؟ خايف علينا من كورونا؟ اليوم ظهر لكم الكورونا؟ لجنة العلمية نهار 14 في ظهر لها الكورونا؟ كم الكذبات اللي كذبتهم من قبل؟ كم الكذب اللي قاعد تكذب فيه قبل؟ اليوم كذبتك ولات واضحة، سيد الرئيس كذبتك اليوم ولات واضحة، ودليل اليوم اللي أنت خايف. الكورونا اللي ما فيها اليوم هو دليل على خوفكم. أنتم اليوم خايفين، وإحنا رانا ما نخافوش، والشعب هذا راهو ما يخافش، وشباب الثورة راهو ما يخافش، وإحنا شباب هذا راهو ما يخافش من اللي إحنا قاعد نصير، لا خافوا من سجونكم، ولا خايفين من ضربكم، لا خايفين من حد شيء، وراهي وقفتنا باش تتعمل، وراهو الاحتجاجنا اليوم حتى قد ضربونا راهو باش يتعمل. وأنت يا سيد الرئيس راك خايف أنت وميليشياتك اليوم راك Yeah.
شباب Thank you.
هما حبش تصوروا هي اللي صورتها مش عايش. برا روح.